وادي الملوك بتمنى لكم كل التوفيق. تعالوا كلنا وادي الملوك. العباقرة قادرون باختلاف خمس فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: أديب مصري هو أول من تولى رئاسة جامعة الأسكندرية، فمن هو؟ اتأسست من خلال المرسوم الملكي اللي صدر في 2 أغسطس. دكتور مين؟ طه حسين. أنت بتسألني؟ طبعاً دكتور طه حسين، إجابة صحيحة. سنة 1942 واستمر سنتين سمان. دكتور طه حسين كان رئيس جامعة اسكندرية وأول رئيس، وانت عارف يعني ايه جامعة اسكندرية؟ جامعة كبيرة كده جدا طبعا. وكان جاي منين؟ من المنيا. من المنيا. تمام؟ يعني حلمك ممكن تحققه فعلا. طبعا ان شاء الله. ولكن لازم محتاج تعمل المجهود الكبير والعظيم اللي عمله الدكتور طه حسين. ان شاء الله.